أخبار اليوم. أنا ما بختفيش، ده هو من 2011 لحد 2014 بعد نزول الألبوم عشت معك حكايات. أنا قعدت تقريبا سنة في الجيش، فخلصت سنة ونص يعني ضاعوا مني في وسط ما أنا شغال. بعد كده جه وقت التنفيذ، ربنا كرمني بقى، وبعد كده وقعت مع شركة مزيكا ونزل الألبوم. أنت لو أنت عايز الصحافة تساندك أنت بتاخدها منها تساندك، لو عايزها تعوقك أنت هتخلي نفسيا حتى تخلي الصحافة توقف، لكن في النهاية الصحافة ما بتكتبش حاجة غير اللي انت بتعملها، يعني أعمال جديدة بتبقى سند ليك، ما عملتش أعمال جديدة بتبعد عنك شوية. يعني أنا رأيي في الحاجات دي بصراحة إن مفيش حد يقرأ حاجة يصدقها، يعني مش شرط إن كل حاجة تبقى مكتوبة تتصدق. أنا ما سجلتش لسه ولا أغنية، بس اخترت تقريبا كل الأغاني بتاعت الألبوم، نفذت أكتر تقريبا 60% من الألبوم، لسه ما غنيتش ولا واحدة. اشتغلت مع مديان، واشتغلت مع آسر وعمر يحيى ونادر عبد الله، محمد سرحان، وليد كويت، اشتغلت مع توما، واشتغلت مع انا لحنت لنفسي حاجات. لا، الاغاني الدراما عموما ان هي بتثبت في ودن المتلقي دايما، يعني دايما الاغاني الدراما هي اللي بتعلم مع الواحد، يعني بيعيش معاها حاله وبيرجع تاني يفتكرها وقت ما يحصل مع اي حاجه بيفتكر نفسه، فهي اللي بتكون ذكريات دايما عند الناس، الأغاني الهادية عموما مش الأغاني الدراما بس يعني.